نزلت قذيفه هون، روحت شهيد وشي 15 20 جريح، ونزلت قذيفه ثانيه ابعد من هون شوي يعني، والعالم انهارت. فالنظام اكيد خسران بمنطقه ثانيه، حتى عم يضرب على الاهالي وعلى المدنيين وعلى الاطفال. وشي 15 يعني جريح هون كانوا، في شهيد عندنا هون، شعو الدم موجود ها يعني. والله مجاه النبي يفك البلاء عنا وعن أمة الإسلامية كلياتها.